السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آلاء محمود، والنهاردة هنعمل تورتة. نعمل تورتة اللي أنا بستمتع جدا بعمل أي تورت، وكل سنة الحمد لله ولادي بيطلبوا مني إني أعمل لهم تورت أعياد ميلادهم في البيت. بتبقى أخف، بيبقى الديزاين اللي هم طالبينه ويطلبوا براحتهم وأعمله أنا، وبيبقى طعمها حلو جدا، بيحبوها أكتر من التورت الجاهزة الحمد لله. فده التو ديزاينز اللي هم طلبوهم السنة دي وعملتها لهم، ودي هنبتدي بيها النهاردة. الأولانية هنبتدي بيها النهاردة، استنوا في آخر الفيديو شوفوا شكلها كمان من جوه، شكلها حلو جدا من جوه. تعالوا نبتدي بقى بسرعة. أول حاجة هنجيب الكيك ونقطع بالكيك ليفلر أول طبقة فوق. هنقطع طبقة رفيعة على قد ما نقدر، احنا بنقطعها بس عشان نخلي الطبقة بتاعت الكيك مستوية، بس ده الهدف الوحيد اللي هنقطعه عشانه الكيك من فوق. انتوا بقى حرين، عايزين تقطعوا الكيك عايزينها طبقتين بس تقطعوها بالنص، عايزين التورته 3 طبقات يبقى هنقطعها زي ما انا بقطعها كده مرتين. انا كنت حابه اعملها 3 طبقات فقطعتها مرتين، فانا كده معايا 3 طبقات للكيك. حطهم على جنب وهنعمل الكريمه. دي اسهل واسرع واخف كريمه ممكن تعملوها. هتجيبوا لتر من كريمه الخفق وتسقعوا كويس جدا، وتحطوا عليه كوبايه من الايسنج شوجر، وبعدين تضربوه على سرعه عاليه بالعجان ده او حتى مضرب اليدوي، اي حاجه مضرب الكهرباء اليدوي بس على سرعه عاليه، هيطلع معاكوا نفس النتيجه. ما خدش وقت ولا مجهود وكله جاهز. هجيب اطباق مختلفه وهحط في كل طبق فيهم كريمه، واحط على كل واحد فيهم لون من الالوان الجل عشان الون الكريمه، وبعدين احط الكريمه المتلونه في اكياس الكريمه. اول حاجه هجيب الترابيزه اللي بتلف او الصينية اللي بتلف ايا كان اسمها، واحط عليها طبقة كريمة خفيفة قوي، وبعدين احط عليها ورقة زبدة وافردهم كويس، وبعدين احط عليها طبقة تانية خفيفة من الكريمة. الكريمة اللي بنحطها دي في المرتين علشان تخلي التورتة ثابتة وانا بزينها، ما تقعدش تتحرك مني وانا بزينها وتبقى صعبة. بس واحط بقى اول طبقة من الكيك، وبعدين عشان يبقى الكيك من جوه رطب كده وطعمه حلو بنحط عليه مية كومبوت، اي نوع كومبوت انتوا عايزينه براحتكم. انا استخدمت المرة دي كومبوت بتاع الاناناس، حطيته في ازازة وهبتدي ارش بالراحة بس مش كتير علشان الكيك ما يفرولش مننا. وبعدين هبتدي احط الكريمة. حطيت الكريمة دواير بترتيب لون، بترتيب الوان الرينبو اللي هي الوان الرينبو طبعا كلنا عارفينها. هحط ترتيب الالوان نفس الوان الرينبو من بره ومن جوه، فهنحطها في الكريمة كده وهنرجع بره نعملها بالعجينة السكر. حطيت كده الالوان كلها ومليت بيها التورته من جوه، وبعد كده احط الطبقه الثانيه وهعمل نفس الخطوات بالظبط، احط ميه الكومبوت وبعد كده احط عليها الكريمه. اخر طبقه دي اللي هي الطبقه اللي تحت من الكيك، اللي هي اخر طبقه بتبقى تحت خالص، بجيبها وبحطها على الوش بس بقلبها. ليه بستخدمها على الوش؟ عشان هي بتبقى اكتر طبقه مفروده، طبقه السطح بتاعها مستوي. بعدين حطيت عليها تاني ميه الكومبوت، وبعدين احط عليها طبقه كريمه. طبقة الكريمة دي بتبقى أخف طبقة ممكنة، لو هتستخدموا عجينة السكر يبقى محتاجين بعد نحط الكريمة دي تقعدوا تسووها من جميع الجوانب، من فوق ومن الجوانب، وتخلوها طبقة خفيفة جدا بتسهل لكم قوي فرد عجينة السكر على التورتة. وبعدين حاولت سويتها من كل الجوانب ومن فوق، وخليتها مايلة شوية من الجنب عشان يديني شكل السما شوية، ان هي مايلة مش ان هي حاجة مفرودة كده. وبعدين هغطيها كويس ودخلها التلاجة تبات اوفر نايت، هتبات طول الليل، والصبح هنبتدي نكمل تزيينها عشان تبقى التورته طعمها حلو والكريمه كويسه وعجينه السكر ماسكه فيها كويس. بنبيتها لازم من بالليل لحد الصبح، وتاني يوم نبتدي نشتغل فيها. فبعدين هشيلها، دي تاني يوم الصبح شلتها، بس سيبوا ورقه الزبده ما تقضاش بيها، وحطوها على ايا كان الحاجه اللي هتقدموا عليها التورته. وبعدين جبت عجينه السكر اللون الابيض العادي، حطيت ايسنج شوجر على الرخامه علشان العجينه ما تلزقش. وبعدين جبت اول لون، اللون الابيض بقى عادي، هعمل عليه اول لون اللي هو اللون اللبني، اللي هو هيبقى الحاجه الاساسيه اللي مغطيه بيها التورته كلها. اول لون بنعمله هو اللون الاساسي اللي عامله القاعده بتاعه الشكل كله عليه. فانا هغطي، انا عايزه التورته بتاعتي تبقى على شكل سحاب، مش على سحاب، على شكل سما. فاللون الاساسي اللي هستعمله هو اللبني. هفضل افردها بالنشابه واتاكد ان تحتها ايسنج شوجر دايما على النشابه وعلى الرخامه. هأفردها بقطر أكبر من قطر التورتة اللي أنا عاملاها عشان أتأكد إن هي مغطياها من جميع الجوانب. وبالراحة بالراحة جدا هبتدي أفردها من فوق الأول،
وبعدين انزلها بايدي على الجوانب علشان ما تعملش اي كلكعه، بنفردها من فوق وبعدين ننزل على الجوانب، وبعدين بصباعي زي ما انتم شايفين كده بضغط عليها من تحت علشان اعرف خلاص الطول اللي انا محتاجاه يكون محاوط الكيك، وبعدين بقطع اكبر منه شويه، يعني ببعد شويه وبقطع الزيادات. بعد ما قطعت الزيادات بحاول اتاكد مره تانية لو في حته فيها زياده كبيره شويه بشيلها اكتر، وبعدين بجيب بقى مش عارفه اسمها ايه دي بصراحه، وبزق بيها عجينه السكر تحت الكيك. خلاص كده غلفت يعتبر التورتايه باللون الاساسي بتاعي، بجيب نفس اللون، طبعا دي حاجه اختياريه الوان بقى، يعني حاجه اختياريه جدا، بس انا بحب اعملها بنفس اللون، وبعدين بفرده عشان اعمل زي اطار كده حوالين التورته من تحت عشان لو في برضو اي ديفو في الكيك من تحت او في عجينه السكر فردها من تحت، الاطار ده بيخبي اي ديفو وبرضو بيدي شكل حلو للكيك. فانا فردت نفس اللون وبعد كده ركبته عليها من تحت. تعالوا الالوان بقى، عجينه السكر عملت معاها نفس اللي عملته مع الكريمه، انا خدت عجينه لونها ابيض، خدت قطعه منها وكل قطعه لونتها بلون من الوان الرينبو او الوان قوس قزح، فلونته بالالوان بتاعته وفردتهم كلهم على قد ما اقدر يكون سمكهم مش تخين علشان ما يبقاش صعبين في الاكل. احنا قلنا قبل كده في التورت اللي فاتت عجينه السكر طعمها حلو لو هي قطع صغيره او قطع رفيعه جدا، لكن لما تكون تخينه تبقى صعبه جدا في الاكل. وبعدين دلوقتي بعمل ايه؟ بقيس انا عايزه الرينبو يبتدي منين ويخلص فين. فانا كده خدت الطول اللي انا عايزاه وقطعت واحده، وعلى طول الواحده دي هقطع باقي القطع كلها نفس الطول، بدل ما ابدا اقيس واحده واحده هقيس واحده بس وبعدين هقطع باقي القطع كلها نفس الطول معاها، وهشيل الباقيين دول وبعدين هنبتدي بقى نشوف هنركب ازاي دي. حاولت اركبهم كلهم مع بعض مره واحده، نشيلهم كلهم واحطهم مره واحده، لقيت بكل صراحه ان هي هتبقى صعبه جدا ومش عارف اتحكم فيها، فقررت ان انا اجرب احطها واحده واحده لوحدها. اللي انا معايا الفرشة دي فيها الكوباية فيها مية والفرشة فيها مية، يعني مية بس، المية بتدي لمعة زي ما انتم شايفين للكيك كده، وهي الطريقة اللي بلزق بيها اي حاجة على عجينة السكر هي فرشة مية، يعني ابسط حاجة ممكن تستخدموها هي فرشة مية. زي ما قلت لكم حاولت اشيلهم كلهم مع بعض علشان الزقهم مرة واحدة، حاسة انها بوظهم. وخلي بالكم المية لما تكون على الكيك بتحطوا الوان مختلفة، الالوان بتسيح على الكيك نفسها، فالافضل لو هتستخدمه بكذا لون يبقى تعمله مع لون واحد بس في المر. فلزقت واحده واحده لحد ما لزقتهم كلهم كده مع بعض، وبين قطعت الزيادات وحطيت السحاب. اكتشفت ان انا مصورتش السحاب ده، فهوريك واحده تانية. انا لقيت عندي قطعت كوكيز اللي هي على شكل سحاب، او ممكن ترسموها على فكره بالسكينه، سهل قوي، اي شكل ممكن ترسموها بالسكينه كده على قطعه عجينه السكر. فانا قطعت السحاب ده ولزقته بنفس الطريقه، حطيت برده فرش ميه وبعدين حطيت قطع السحاب اللي على اليمين والشمال، دول انا مقطعه منهم، يعني مش نفس ان قطعتها بالكوكي كاتر وبعد كده قطعت منها الجناب عشان يبقى شكلهم مختلف عن السحابه الكبيره اللي في النص. وبعدين حطيت ميه، فرشه ميه بنفس الطريقه علشان الزق بيها السحابه الكبيره اللي هي في النص. طبعا الديزاين بتاع الكيك كل واحد ليه حريه الاختيار يختار الطريقه اللي حاببها، انا بس حبيت اوريكم ان هو سهل جدا تعملوا التورت دي في البيت. بعد ما خلصت دهنتها كلها بميه، فرشه كده ميه عليها كلها، ودي بعد ما خلصتها كلها بالميه. بصوا الميه بتدي لمعه حلوه قوي للكيك، بس انتوا للتورته لعجينه السكر يعني بتدي لها لمعه حلوه قوي، بس طبعا دي حاجه برضو اختياريه، ممكن تكونوا بتحبوها بتلمع كده او لا. فانا بعد ما عملتها كده كلها بالميه دخلتها التلاجه لمده ساعتين ثلاثه تقريبا، وبعدين طلعت بالشكل ده. المية بتحتاج شوية تخش التلاجة قبل ما نبتدي نقطعها. بصوا بقى لما قطعناها كان شكلها من جوه حلو جدا، زي ما انتم شايفين الكريمة جوه كانت ماشية مع ألوان عجينة السكر بره بنفس الترتيب، فكان شكلها حلو جدا واتبسطوا بيها قوي قوي الحمد لله. وكده خلصت أول تورتة المرة دي، واستنوا الفيديو الجاي هوريكو التورتة التانية دي عملتها ازاي، برضو سهلة وسريعة وما خدتش وقت تماما. ما تنسوش لو انتوا حابين تشوفوا باقي افكار كتيره للتورت هحط لكم دلوقتي اللينكات تشوفوها كلها. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.